اولا نبدا بقى بالمسرحيه الجديده الجميله والوحش. احكي لنا كواليسها وليه رايحه في حته الاطفال اكتر، يعني انا شايفاكي مع الاطفال مندمجه اكتر، احكي لي بقى. انا اقول لك ليه رايحه للاطفال الاول اكتر. أوكي. هو انا الموضوع ابتدى معايا من حوالي 4 سنين او 5 سنين. انا طول عمري بحلم اعمل ادوار يعني استعراضيه غنائيه، ما حدش اكتشف فيا الموضوع ده، ما حدش كان عارف ان انا ممكن ارقص واغني كده. فلما لقيت الدنيا هديت خالص قلت طب ما انا استغل طاقتي بنفسي واعمل حاجه انا حباها. انا من زمان جدا كنت بحلم بسنو وايت ان انا اعملها. الله. كانت في البدايه كان نفسي اعمل بحلم اعملها فيلم يعني. وعرضتها على كتير من المنتجين وكنت بقول فكرتي دي لاي حد كان كله ايه لا اللي انت بتقولي ده على جنب يعني. وفي ثقافه غلط عندنا في مصر ان اي حاجه خاصه بالطفل فهي ايه تافهه ودرجه ثالثه والحاجات مش هتحقق عائد مادي. بالظبط، هما بيفكروا فيها ماديا. انا ما فكرتش فيها انها طفل، انا فكرت فيها انها اتجاه. اولا هو اتجاه مردوم عليه، ما حدش باصص له خالص. الطفل ما فيش دراما للطفل نهائيا موجوده، كل الاطفال قاعده بتستمد ثقافتها من دراما الكبار فقط. فانا حبيت ان انا اعمل اتجه الاتجاه ده، خاصه ان المساحه فاضيه جدا وانا شايفه ان انا شجعتي هبقى كويسه فيها، هعمل اللي انا نفسي فيها يعني. فعملت ده طبعا مش بمنطق طفل، لا بالعكس انا عاملاها اسريه فاميلي ثيتر يعني. فالحمد لله لقيت نجاح كبير جدا، فحسيت ان انا ماشيه في التراك المظبوط، الاطفال المتجاوبه معايا، عندي كيمياء كبيره جدا مع الاطفال دي من عند ربنا، هي بتيجي كده. اكتشفت ان انا اصلا وانا بعمل اي مسلسل عادي بلاقي جمهوري اطفال اكتر، فكنت دايما اقول لك انت رايحه في حته الاطفال يعني أكثر. هي بتبقى حاجه كده من عند ربنا، هو بيديها لك او بيمشيك يعني. انا نفسي كنت بستغرب اقول هي الاطفال اللي بتتفرج على يعني، الاقي الاطفال هم اللي الجمهور بتاعي اكتر، فهي جت كده يعني. بس فبدات بقى من سنو وايت لاليس لرابنزل، دلوقتي بعمل جميله والوحش. حبيت اعمل براند ده ليا يعني، وان انا اعمل الفاميلي ثيتر حاجه مش موجوده في مصر، اقول او اعيد صياغه. بس عادي ما تصورتش يا مروه؟ لا لسه ما تصورتش، بس اكيد انت عارفه ان التصوير هيفرق كتير يعني. انا اتمنى ان يحصل تصوير، لان التصوير طبعا هيدخل بقى كل بيت، كل الناس هتشوفها طبعا يعني. تشوف كويس، فربنا يسر. ايه بقى كواليسها يعني، احكي لنا ابرز بصي هو اللي يعرفني كويس يعرف ان انا كواليس في المسرح فاني جدا. انا عموما في العادي ما عنديش كواليس وحشه الحمد لله، سواء مسرح سواء في البرنامج عندنا وفي السينما كمان. ما عنديش كواليس وحشه، هي الكواليس عباره اصل هم احنا انا عامله فرقه، فالفرقه دي انا احنا مدربينهم انا واستاذ محسن، ويعني مدين ورش للفرقه دي. فانا عموما بحب قوي ان انا اطلع ناس جديده وشباب جديده، فانا سبورت ليهم. فكواليسنا لطيفه جدا جدا وكلها لعب فاني يعني. فاني جدا جدا جدا، ما عنديش كواليس وحشه. ما خدتيش المسرح من الدراما والسينما شويه؟ لا بص، هي الدراما هي اللي بعدت، فلما هي بعدت انا اشتغل. لا مش بعدت، بدات اشتغل على نفسي، ما انا مش هقعد استنى. انت في حاجه بتتحضر كان المفروض تدخل رمضان اللي فات صح؟ انت كان عندك حاجه كنت داخلاها؟ كان في تاجلت المفروض. صح كده. وبيحصل في حاجات، في حاجات في النص بس مش قويه. بتتعرض عليا حاجات مش قد كده يعني، الموضوع ما بقاش بالقوه زي زمان، فمش اكيد مش هقعد احط رجل على رجل ولا هقعد. ونفس القصه بالسينما، انا اشتغل على نفسي. بس انت اخر حاجه عملتيها كان اختشوا ماتوا صح كده؟ سينما؟ وكان دور كبير ومحوري وبطله من ضمن ابطال. بص ما هو في الوسط بتاعنا ده ما بيسالش. انت كنت راجعه او يعني بعد ما غبت شويه رجعتي بدور كبير قوي؟ لا انا ما غبتش يعني، انا لما عملت الاختشو ماتو كنت متواجده ماشي، بس لكن من بعد الاختشو ماتو بقى برغم انك نجحتي جدا يعني برغم انك نجحتي جدا في الدور وكان بطوله يعني، كان هو محوري والبنت اللي اتضحك عليها وكان حكايه. هو في الوسط بتاعنا يعني اب اند داون. ملوش. وانا يمكن انا بفتقد جامد جدا يعني، وممكن يكون العيب ده فيا ان انا مش اجتماعيه، ما اعرفش اتواصل مع الناس. بس يعني